سلام والله عليكم، أهلا ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم لمسات سعاد. كنتمنى يلقاكم الفيديو في صحة وأحوال طيبة. وصفة اليوم هي وصفة غادي تعجب كثير من الناس، هي وصفة صحية حليوات بالشوفان وبالفواكه الجافة وبالمكسرات، كتجي رائعة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. نشوفوا المقادير والطريقة بعد هذا الفاصل. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو بالمكونات اللي عندنا هنايا. 500 غرام ديال الشوفان، قليل من اللوز، التمر، القرقاع، الزبيب الأحمر والزبيب الأصفر، شريحة أو التين، هنا المشماش، زريعة ديال القرعة، كنحتاجو العسل باش غنجمعوها، والزبدة تقريبا 250 غرام، و 250 غرام ديال العسل، اي نوع من العسل. اولا قبل كل شيء غادي ناخذ داك اللوز، غادي نهرسوه او نكسروه بالموس او لا اللي يمكن لكم انكم تضعوه في الطحانه، ولكن ما تطحنوهش بزاف، خصو يبقى صاين شويه. ثم كنقطعوا المشماش، كل المكونات اللي عندنا. دابا نتوما هنايا في هذه الوصفه ماشي ضروري غادي توضعوا كاع هاد المكونات اللي وضعت انا، اي مكون عندك في الدار بغيتي توضعوا وضعوا، يمكن لكم تحيدوا وحدين وتوضعوا اخرين تعوضهم، او يمكن لكم انكم تعملوا الشوفان مع اللوز فقط، او الشوفان مع التمر واللوز، او اي مكون عندكم في الدار يمكن لكم انكم توضعوه، المهم يكون مكون صحي. هنايا حتى الشريحه قطعتها قطع صغيره، وكذلك التمر بنفس الطريقه غنقطعوها صغير، والقرقاع حتى هو هرمشناه. غناخدو الإناء اللي غادي نخلطو فيه هاد المكونات، غنوضعو الشوفان وغنوضعو اللوز، هاد جوج هادو هما اللي غادي ندخلو الفران، لأن المكونات اللي عندنا يخرى كلها ما غاديش تحتاج أننا نطيبوها أو نحمروها. هنا وضعت 4 ملاعق ديال العسل مذوبة، غنبقاو نخلطوها حتى يدخل فيها داك العسل كل داك الشوفان واللوز، او ما كنحسو بان الشوفان بدا كيفزك بداك العسل. غناخدو الصينيه ديال الفرن، غنوضعو فيه الشوفان واللوز، وغندخلوه الفران حتى يتحمر، ونبقاو نحركوه مره مره باش ما يتحترقش معنا. العافيه تكون مهيله تكونش مجهده. صافي، هنا هزيت داك 250 غرام ديال الزبده ذوبناها، والعسل حتى هي كذلك. صافي، ها هو ملي تحمر داك اللوز والشوفان غنوضعوه في القصعه اللي غادي نخدمو فيه. غنضيف له كاع داك المكونات من القرقاع والتمر، الزبيب الحمار والاصفر، المشماش والتين، وكذلك قرعه او زريعه ديال القرعه. وانتم كتعرفوا بان الشوفان هو مصدر للطاقه وكيحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المهمه للصحه، مثل الحديد والنحاس والكالسيوم والزنك، وخصوصا ملي تجتمعوا كاع هاد المكونات اللي هي فعلا طاقيه ومغذيه وصحيه. هنا غادي نضيفوا العسل، ثم كنضيفوا الزبده شويه بشويه
حتى يتجمع لنا هذا الخليط. وكيف ما قلت لكم هذا الشوفان كيقلل من الإصابة بالسمنة وكيعزز صحة القلب، وخصوصا إلا كنتو كتناولوه في الفطور. صافي، هنا ملي تجمع داك الخليط أنا خديت هاد القوالب ديال السيليكون، هنا غادي نشكلهم باش يعطيوني الشكل ديال هاد القوالب. اللي ما عندوش هاد القوالب غادي تاخدو صينية وغادي تفرشوها بالبلاستيك الغذائي وغتوزعوا فيه كاع داك الخليط، وتخليو العرض ديالو مرتفع شي شويه ما بين سنتيم وسنتيم ونص باش يجيكم ساهل ملي تجيو تقطعوهم. هنا كنحاول انني نضغط عليهم مزيان باش كياخذوا الشكل ديال المول. صافي، ملي كنفديهم كندخلوهم للثلاجة ونخليوهم ليلة كاملة، من الأفضل ليلة كاملة. إلا ما كانش عندكم الوقت خليوهم واحد 4 حتى 5 سوايع حتى يتجمعوا مزيان. صافي، هنايا ملي خليتهم ليلة كاملة ها أنا كنحيدو من هاد القوالب السيليكون بشكل ساهل وكيعطيوني شكل جميل. ثم ملي بردو الا ما كانش عندكم هذا عملتوهم في داك الصينيه تقطعوا على شكل اصابع او مربعات. صافي، هنايا عملتهم في هاد الكويقطات باش عطاتهم واحد الشكل جميل. ها حلوه صحيه خصوصا الناس ديال الريجيم غادي تعجبهم بزاف هاد الحلوه هذه، وفيها فيتامينات ومعادن كثيرة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش تبارطاجيوها مع أحبابكم وأصدقائكم وتأبوناو معايا في القناة قصد التشجيع. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا جزيلا.